مثاليين وبسطاء وقدموا أرواحهم ودمائهم عشان هذه الثورة تنجح، وتصوروا أن ردوا الثورة أو وضعوا الثورة في يد أمينة بسبب واحد من القانون احنا بنقول عليه الفضولي اللي هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللي تدخل بعد ما أدى التحية للشهداء، فيعني للأسف صدقوه، ولما صدقوه وأخذ الأمانة خان الأمانة وبدأ يعمل زي ما قال. عشان كده متفق مع التحليل الأستاذ أمير كاملا، بدأ يعمل تحالفات مريبة وصفقات مريبة مع الإخوان المسلمين ومع التيار الديني، وخرج لنا من تحت الأرض ما سمى بالسلفيين اللي هو أصلا رؤيته أن الخروج عن الحاكم ده كفر، وأن الديمقراطية كفر، والمطالبة بالأحزاب كفر. وخرجت هذه الألوف وتم التحالف وتمت مؤامرة الإعلان الدستوري وتم الاستفتاء بتاع غزوة الصناديق، واللي النهاردة بندفع الثمن ان احنا واقفين امام لجنة وهتكلم عنها بالتفاصيل بتصدر قرارات مقدسة مش قادرين نوصل نطعن لأي قرار يصدر عنها لأنها تحتمي بالمادة 28 واللي جابوا المادة 28 وافقوا عليها. بالأمس احنا في اللجنة، للأسف النهاردة المؤتمر الصحفي المستشار فاروق سلطان عرض أكاذيب وليست حقائق لما حدث. الانتخابات جرت يوم الأربعاء والخميس، أعلنت بعض نتائج اللجان العامة يوم الجمعة ولغاية يوم السبت صباحا، ورغم هذا بادرنا إحنا يوم السبت الساعة 8 مساء بتقديم الطعن أمام اللجنة خشية حكاية الـ 24 ساعة، حتى يعني قدمنا الطعن عشان عارفين إن إحنا بنلعب كقانونيين في هذه المسائل مع محكمة مع لجنة، فعايزين نقفل. فقدمنا الطعن الساعة 8 مساء، اخترنا الساعة 1 ليلا إني بكرة الجلسة الساعة 3 لازم تحضروا. الساعة 2 كنا موجودين وقعدنا نترافع من الساعة 3:30 لغاية الساعة 6:30 نشرح ونقدم الأدلة، وهم قاعدين بيسمعوا. وكانت الأمانة تقتضي أن نقول لهم بالحرف الواحد وفي مواجهته أن أنت يا لجنة وضعتنا في مأزق، وضعت مصر في مأزق دستوري خطير جدا للغاية مش هنعرف نخرج منه إزاي. هذا المأزق أن هذه اللجنة عندما أصدرت قرار، وقلت لهم كان قراركم صائب لما استبعدته أحمد شفيق لأنه كان في قانون صدر يمنعه من الترشح، إنما حضراتكم بعد ما أصدرتم القرار وأصدروه قبل الميعاد التظلم عشان يدوله فرصة للتظلم، وجاء وقدم تظلم، وبعد ما سمعوا قال تظلمه قال اقتنعوا باللي قاله وأحالوا الأمر المحكمة الدستورية. قلت لهم أنتوا لجنة صحيح مكونة من قضاء، وصحيح اسمكم لجنة قضائية في الإعلان الدستوري، لكن اختصاصكم إداري، ما هواش اختصاص قضائي، اختصاص إداري، شأنكم شأن لجنة إشراف انتخابات مجلس الدولة. مجلس الدولة بيديروا مجلس اسمه مجلس خاص، هم كلهم قضاء ومستشارين أعلى درجة، رئيس المحكمة ومعه ستة، بيباشر اختصاص إدارية وبيجوز الطعن عليها. مجلس القضاء الأعلى بيدير الجهاز القضائي وما وبيصدر قرارات إدارية، فأنتم وده ما ينالش من درجتكم ولا من تقديرنا، أنتم في النهاية لجنة إدارية بتباشر عمل إداري. بس في خلاف على النقطة دي يا فندم. ما فيش خلاف يعني حضرتك. بين القانونيين. لا 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 لا, لا, لا يوجد خلاف. لا والله في قانونيين يعني كبار قعدوا معايا هنا وقالوا لي لا لجنة قضائية. الفيصل مين؟ أنا سألت المستشار حاتم بجاتو هنا هو في الكرسي. ما هو لأنه فيها. قال لي لجنة قضائية. بس يا فندم اسمعيني.